سي بعد عبد الرزاق، حمد الله، من الكلاسيكو السعودي اليوم الخوف، كل الخوف من تألق عبد الرزاق حمد الله في مباراة مهمة. عبد الرزاق حمد الله تدرب البارحة بشكل عادي جدا رغم أنه كان مصاب قبل ذلك. عبد الرزاق حمد الله كان متوقع أنه يلعب هذه المباراة وكان معول عليها بزاف باش يرجع الأضواء. عبد الرزاق حمد الله حط واحد المنشور في الانستغرام وكتب فيه مثل الجبل لا اهتز، وهذا ميساج من عبد الرزاق لمكونات نادي الاتحاد السعودي. عبد الرزاق حمد الله كان من الممكن انه يكون في الاحتياط على اقل تقدير، لكن لاداره الاتحاد راي اخر. عبد الرزاق في طريقه للرحيل 100%، لانه وجوده في الاتحاد بحضور بنزيما غير مرغوب فيه، مسألة وقت فقط، وعبد الرزاق حمد الله خارج الاتحاد السعودي.